مرحلة جديدة يدخلها ملف تدبير نفايات الصلبة بمدينة الدار البيضاء، فبعد شهور من انتهاء عقد التدبير المفوض للقطاع وتكفل مجلس المدينة بالإدارة الذاتية لنفايات الحاضرة بشكل انتقالي، تم اليوم الكشف عن المعدات والوسائل اللوجستيكية التي تسخرها الشركتين الحائزتين على صفقة تدبير القطاع من أجل جمع وتدبير نفايات المدينة وفق دفتر تحملات جديدة. نوعية الشاحنات اللي هو لورو 5 اللي عنده واحد الميزة ديال كيراعي البيئة، بالأخص كيراعي لونتروتيان، عنده واحد لافاسيليتي ديال لونتروتيان. كاين كذلك لا بواطا فيتاس، عنده ان سيستيم دو سيكوريتي ديال لاغيير بالنسبة للعمال. كاين كذلك عندنا واحد درنا لو سيستيم اللي هو جديد، هو سيستيم جي GPS avec la lecture ديال فلوسيك ديريكتومون. العقد الجديد يجمع بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركتين دوليتين متخصصتين في المجال، وهما سيتا الفرنسية وأفيردا اللبنانية. العقد يمتد لسبع سنوات بقيمة سنوية تفوق 500 مليون درهم، تلتزم فيها الشركتين اتباع منهجية جديدة واستعمال وسائل حديثة في جمع ونقل نفايات وكذا تنظيف وصيانة الشوارع. مرحلة جديدة ديال تفعيل العقود الجديدة اللي درناها بالنسبة للنظافة. اليوم عرض ديال جميع الآليات اللي مضمونة في كناش تحملات، آليات من نوع جديد، من نوع اللي كيحترم البيئة، نوعية لأول مرة كتشغلها الجماعات المحلية في هذا القطاع ديال النظافة، آليات اللي مجهزة بجميع وسائل ديال التتبع بالنسبة للمراقبة ديال الشبكة ديال النظافة. الدار البيضاء أكبر منتج لنفايات بالمغرب، ما يناهز 2400 طن من الأزبال تنتجها المنازل البيضاوية يوميا، كمية أغرقت العاصمة الاقتصادية بنقطة سوداء تكاثرت مؤخرا بفعل الاختلالات الكبيرة التي شهدها تدبير القطاع.